هنبتدي دلوقتي بالبطيخ. عبارة عن ايه ايس كريم البطيخ؟ عندنا لون، انا جايبة لون احمر عشان يدينا لون حلو. لو انتوا مش بتفرق معاكم الحاجات دي ما تحطوش لون، هو اوريدي هيدينا لون بينك، لكن لو عايزينه احمر احمر بنحط لون. عندنا كمان عصير نص ليمونة، عندنا نص كيلو بطيخ، والمقادير تبقى مظبوطة يا جماعة عشان الايس كريم يطلع مظبوط، وتلات اكياس من الكريم شانتي. خلاص طيب، اول حاجة هنعمل ايه؟ هجيب كده البطيخ. عايزة اقول لكم البطيخ اللي معايا هنا ساقع متلج وحلو قوي. لو ما كانش ساقع ما كنتش كلته. طبعا طبعا هنشيل البذر، مش محتاجه ان انا اقول لكم الموضوع ده. خلاص هنخفقه كده. ما عندناش الماشين دي، ممكن ان احنا بمضرب الكهرباء الاول، ممكن نضرب الخلاط في البطيخ في الخلاط وبعد كده نستخدم المضرب الكهربائي. بما ان انا هنا عندي فقلت خلاص مش لازم ان انا احط في خلاط وبعدين ان انا احطه في العجانه هنا. خلاص طيب يلا نبتدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم كده. طبعا البطيخ من الحاجات اللي بتتفرم بسرعه جدا وهيبقى عصير بسرعه، عشان كده انا استخدمت مضرب الكهرباء اللي هنا. ماشي، هحط بقى نقطه من اللون، نقطه واحده بس صغيره، نقطه كفايه قوي. وهحط ده بودرة الكريم شانتيه 3 باكيتات. ممكن يا دينا تنزلي المقادير تاني عشان ايه؟ دي مقادير ايس كريم البطيخ. خلاص اهو اهو البطيخ، شايفين بقى عامل ازاي؟ اهو بقى ايس كريم سايح. انا طبعا محضره لكم نسخه من الايس كريم وحطاها في علب كمان، انا بس عايزه احط لكم ده هنا كده عشان عايزاكم تتفرجوا عليه بصراحه يعني. وعبال ما اخلص الحلقه هبقى احطه انا في العلبه اهو كده. كده بصوا اللون خطير خطير اللون. يعني بما انه بطيخ ممكن نعمل كده واحنا بقى جايين. يعني انا هتبسط لو لقيت البذر كده عليه.